العشق فيكم واشتياقي فعدني باللقاء يا حبيبي ببابك سيدي كانت تلاقي فهل لي عودة بين الغيوم بين الغيوم عليه الصلاة والسلام إن لقاده صلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا بلغوا قلقاده وغسائد كي هذا يرمد يهور شيخ النو قاده هي يتيهد النو قاده هي وذلك يسين وعي كهل هي النبي عليه الصلاة والسلام ديل من تيسي مركة تنصرح السدور وتستريح إذا تليت بألحان حوال ويو هدي صلى النبي عليه الصلاة والسلام لقاده يا مان تيسو عربه ونكسن لغو قاده مركز وحوي ضدك حبض يالك سأياك سرح مهيا انت مؤمن انت على خيرك ولا ليال سيدي عن سيقنا ومحاضرة انه وحيكو ساب سنان دون تهدي له يقدره قصة اللي يراهدو على الإسراء والمعراج قصة اس مركا إلهي با قرآن كي سوغاها اللي سيدي آيات دي قرآن كاهيد وانو كب لها بالنبي أكف درميسين وإلهي وحو يري إلهي با نسهنا دي أولي با ديلمي يدون كي ساهمين كاس اللي يراهدو حمينكي دلميي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام مساجدك حرمضة لها إلهي كل المياهدونكي سألها سنزهنا دي إلى المسجد الأقصى مساجدك فقام بيت المقدس الأورنجر ودلميي إليا نوال إيراه ذا إسرام مركو حال إيراه ذا ولا ليال حدها وحال إيراه ذا توجهه صلى الله عليه وسلم من بيت الحرام إلى بيت المقدس ورجوعه في ليلته نبي عليه الصلاة والسلام دل مشرق ودل مضي ومساجد كل يراه ذو مسجد الحرام لقد دل ميي يتجد النبي بيت المقدس يصلى بشر إسلامين كأصلى بطي إصلاح سيدة سيئة حد كيسية معراج كنا وحونا قناها يا سعود النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى عالم العلوي كريتان كي النبي كري وعالم كاس عالم العلو اللي يراه ذو النبي كري باللي يراه ذا marka qofku hadii uu inkaro yiraahdo isruhu wax jira maahan quraanka kariimka qofka soo horjeesta weeye gaalnimadiisana shaku ma jira laayad quraan qof beeniyo weeye wuxuu kala isruhu u yahay mucjisaadkii nabigeena ka dhacay alayhi salaatu wa salaam mucjisaadka ugu waaweyn ayuu kamid yahay wuxuu yiri sheekhan ibraahim laqaan li yiraahdo wa mucjisatuhu katheeratun urar minha kalaamullaahi mucjizul bashar buu yiri نبي عليه الصلاة والسلام وحير معجزات كي سؤاد بي أبضيهم بير وعاكمد بير إلهي كلام كي سوى معجز البصرة أيا كمد بير إلهي مرتا النبي عليه الصلاة والسلام وحا إلهي كرامي معجزات كي سكمد وحا كلاو كمد معجزات كي آدي آدوه وين وغالق همين كان قصدان الإسراء والمعراج اللي رهضا أيا يدنا كمد سببته هو قصاد بالله رن إد أي كد عضي أو سيد النبي وكلاو قد عضنا أي با آدي آدي أي يرتهي عدى كد عضي وحال الربا مركب ولا ليال إنه إن شاء الله بسداس أن ولينه إنت كلاو مسلمين تانا أنسيق قارسينه وتعيها وذن واعية دقو حق هذا يسوه ونعكسنه وحوه ليسوه مباب مبعدة قادتان ليري سداس إنه يالنا الربا هدي إلهي قدره بسدان إسراح اللي يراهده وحو يرشيخا كالير أحمد المرزوق اللي يراهده وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما بير والنبي عليه الصلاة والسلام قصة الإسراء والمعراج وحيد عضي وعلى الربائنا دوغاتيد نبي هجرده سي هل سنة أكهر ريسي بعد عض همين كاسوانا همين كاسيدا إن شاء الله وحديثي كوكين الدهنو صلاة دانا النبي لواجب يالي ومضى مسلمين تا مركب عيري وقبل هجرة النبي الإسراء نبي عليه الصلاة والسلام intii wuxuu yiri aan marata hijradiisu ka hor nabiga isra ayuu iska lahaa buu yiri min makkata laylan li qudsin yudra makal ayuuna nabigu calayhi salaatu wasalaam laga dheeliyey li qudsin ilaa qudsin qudus ayaana loo dheelmiyey meesha la yiraa baytul maqdis ayaa loo dheelmiyey buu yiri wa bacda alisraai curujun lissama xataa ra'a annabiyu rabban kallama markii nabiga calayhi salaatu wasalaam la dheelmiyey bacdigeenna nabigu calayhi salaatu wasalaam isrihii curuuj oo samada loo kursiyaa ka dambaysay حتى رأى النبي ربا كلما إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومركا كاركي ربك سبحانه وتعالى بعين الرأس ولبا وكاركي وإلهي سبحانه وتعالى مركاس وإلهي والله اللين هل إلهي قرآن كسوح وكيري فأوحى إلى عبده ما أوحى
إلهي آمين كاس الدون كيسو وحي ووحي يوضي وحي ووحي يوضي ووحي إلهي كليا وقران هايو وباور كود إلهي كليا قران كرا إلهي وح وكليا قران هايو قيمه ديوه وحاولي مركب الليال أحاديث تكسو عرارتي وعاكمي ده حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام وكورين هايو صحابي اللي إلهي ذو مالك من صعصعته حديث كاسو حديث آدو دار آه أي أسره معراج كيبا وقشة كينها يا نبي عليه الصلاة والسلام حديث كصحابي مركو نبي كورين هاي وحجربو يرو نبي أنه عليه الصلاة والسلام إمام البخاري يا حديث كصحيح سكوسا صار هاي وحجربو يرو نبي عليه الصلاة والسلام بين أنا عند البيت بين النائم واليغضان وذكر الرجلين أتيت بدست من ذهب مرئ حكمة وإيمانا بير نبي عليه الصلاة والسلام حديث كحديث الأسرة ولي حديث كلا بضنا ويكوسا رارت ولكن عليه الصلاة والسلام ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك لبعضنا يا نبي عليه الصلاة والسلام ودح تيفي وعير مرك النبي روايك وحكوس عرارتي بين أنا عند البيت ورواية وعكرني يا نبي عليه الصلاة والسلام في سقف بيتي جرجع سقف كيسانو تشوجا وعكرني يا رف بيت أمهاني إن جبده أمهاني ليرا جرجع دانو تشوجا وعكرني رواية كحكوس عرارتي النبي عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب أبي طالب ما إيش الشعب كيسانو تشوجا اسمه دي ده يا رواية إن كورن وعلى النبي عليه الصلاة والسلام مركي هروي حجيوه جرجا مهاني وشعب أبو طالب وحدنا مرت كده وأن مشى سيدا أن جرجا يجي مركي أولي هنا جريها سلفت ودا جرجا يجي يوم بقولة كده وحدنا شعب أبو طالب مشى سكوي الله هل كاسو يجوا أيه ربنا مرت كم فجأة مش مركي دم بقول كرسينا هيا كعبلا أكتر ويه مشى ونبي كرع عليه الصلاة والسلام ملقي مرت ديال من هيا وهل كاسو ويه مشى وكرع مركي رواي مسياس على وكل مياه نبي محمد عليه الصلاة والسلام لبنا يا دحتي فلبنا وحي هاي مبالي صحابي اللي يراهدو حمزة وسيد الشهداء يحدنا هي صحابي اللي يراهدو جعفر بن أبي طالبنا لبدا صحابي والنبي قاعد قرابيهن أيان دحدو هذا شيء فيبين وتويتو بالضصد وحلي لي بدبير باف ومن ذهب من ذهب كسب يسمى الله يك نبي النبي عليه الصلاة والسلام باف كل جي ماهن ملأ حكمة وإيمانا حكمة هي إيمان أيها كب وحدي بيري باف قال لي كأني حكمة يا إمام باف كهاي يبين النبي عليه الصلاة والسلام هل إذا أمرك النبي أن عليه الصلاة والسلام واحد سرّن كرتها محو النبي ما دام أن الله أقلين وأسوي لفتيس وحديث صحيح كويري أن قد ذهب كآخرة يوم كل استعمال الدونا ضدك كلنا إن قال هذا يكفرتنا أدون كل استعمال الدونا سيد النبي محو هبالك باف كذهب كالله كان محوها وهو واحد ليه كرتها مرك ذهب كأنا أنا لك عارن تني ما يلا ديريا ومركز دنبه مدينة اللي يمد وياي مركز صراحة حرام بموهنا باهين بأول استعمال كري مدة كلنا هذا واحد وياه شيء لقي استعمالها هي كنا ده مدة كم ده إنه يهاي بابا صورت قالها وصيد عسنا بقى عليه الصلاة والسلام لو كاني حكمة هي إمام باكبر حديث يقول نبقى عليه الصلاة والسلام مركز شو يقول نبقى عليه الصلاة والسلام سوى حديث كسي وذا فشق من النحر إلى مراق البطن وحال الدلاعية على الصيدا إلى هالكار وبدأ لقصه بلعبه إلى هالكار حضنت إذا على وصف ماشي أجل عسنت إلى لقى جارب على وصف إذا الدلاعية من النبي عليه الصلاة والسلام مركي وحير على وصف إذا الدلاعية ثم مرئ البطن ثم مرئ حكمة وإيمان ما يبقى كسيه الرئيسي ثم قسل بماء زمزم على وصف واحد الغنى دي فيه أو الغنى قي ماء زمزم يا الغنى قي بي مركز بعد جاء ثم مرئ حكمة وإيمانا حكمة يا إيمان أيها هذا قلبي اللي يجري يبي النبي عليه الصلاة والسلام والله يقصه هل إذا مرك النبي أن عليه الصلاة والسلام جودهان أنت على وش يسنت الله الدلاعية هل كان قبل عبلا هل كان الجيو الدلاعية أفر جرو يسيد راجحة أفر تاس جرو وجوه الرئيسة مرك النبي عليه الصلاة والسلام حليمة سعدية ولا تشوجي وهل كان وتشوجي بكسر بلا بنيسة مرك كوحكته ومرك أولي هاي إمام بصير أولي هاي إذا حاضت به ملائكة الله فظنت بأنهم غرناو شق عن قلبه وأخرج منه مضغة عند غسلها سوداء نبي عليه الصلاة والسلام وحيره ملائكتي إلهي باهر يا رئيسي مركزي وحي أم رئيسي
شياطين يا وحيا بكلوا النبي كقعدنا يوم بيوم لا يصير حليمة تسعدية ما دام النبي قاعد وشعلي مركز يوحي يرادنا شقة عن قلبه وخرج منه مضغة عند غسلها سوداء وحال النبي قلبه سأل وش سأل الدلاعيي مركز سهدنا بنان كل الصور دي ودنيه يسي معجزة كلا هلك أبو جسوعن إن قف على وش سأل الدلاعيو يا هدنا الله ده حباره يا ودنيه سأل الصور بحيو يا ودنيه هلك سلوها يو لون نديفنا يو لون دقايو سأل ليه هاي هذا هو قف كيس كنا على وحنا ونا عين كهين وارين كلا يدنا عجائبة مركز صراحة حليمة السعدية أو حل جالس النبي كده عيسو أرين تاسق جاهرة أربع يد الله عين تاس تاسورة وإرهاس كون دم بيه النبي عليه الصلاة والسلام مركز رسول الله صادر إلى قدر يروح يقدم بين معجزة النقنية مروى مركز مركز لبعض مركز النبي عليه الصلاة والسلام عند بلوغه مركز قانجار يوي مركز سنة سيدا وكل والد دلعش مركز صدحاد والنبي عليه الصلاة والسلام على وسيلة الدلاعي وحوي عند إرسال مركز النبي رسالة الله سوديبي مركا أفراد أولاد دلاعينا وهمين كان الإسراء والمعراج ودعها يوم أفر تاس قربة سيدة راجحة أولاد دلاعي وحامر قال إيسو سؤاله مع النبي قاهد بألوش يسلوه دلاعيني علماء الوحياه بكل دوام بي معركة كوفة سيرينو فتفاسير توفي عن واحد كمي ده إن معركة مدغادة سلوغو تلقل إن النبي قلبي يسو كترتا قلبي يسو كترتا أن لوغو تلقل إنو ضدك كلا شايدان كميشو كوا سواسياء هاد بقايد كمي ده لسوق هذه هاد بقايد كمي ده لسوق هذه مركا دم بإلا لك سوق هذا لما مكان النبي وحي عليه الصلاة والسلام ثم وحلقونا قيبير بيها ليرا ما وزمزم عب بلقونا قيبير والله يجي حتى أنا وحي يرى مل وحلق جب وحي يبير إيمان هي حكمة أيها اللي جب وحي يبير مركز الله بوحي يي وحل يرى هذا مركز سيد ذب بيال كتيرة علماء وحي كل شيء يعني معناها بيها مركز تفصيلنا هيان وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الانهر بيرهدا وهو يبيو او دن وها اوغو فيعن بيه النبي فريحس كدريرسد اي اصحاب النبي اي كو دهارن قاتين اي عبين اي معجزه النبي عليه الصلاه والسلام عزاز كميد اها بيها كلا او فضيلهان كو خيغانا waxay noqonahay biyaha ma zamzam kale yiraahdo way waxa ku xiga kawthar ka biyihiisa markaas biyaha wabiga neel la yiraahdo biyihiisa xaga fadliga ku xiga inta kalo biyaal iyo wabiyaal hoos soo harta markaas ay ku sii xigtay yiraahdeen biyaha marka ma zamzam ka biya qaali ah wanaagsan ah oo la yiraahdo zamzam le mashruba wixii loo cabaa ilaahay ku sii aya nabiga kaleey salaatu wasalaam lagu dhaqay wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam intaas ka badi fawtitu bidabatin abyada duna albagl wa fawqa alhimar alburaq waxa la ii keenay oo la ilay yimid biir nabiga kaleey salaatu wasalaam daabad daabadaasi daabad cad bay ahayd buu yiri daabadaas wuxuu yiri baqasha ayay ka yareed dameerkana waa ay ka weynayd buu yiri yadaa xafirahu muntaha darafi wuxuu qoobkiisa dhigayay ilaa iyo isu meesha ay ku dhamaato ilku wareertay meesha Soomaalidu tiraahdo weeye halka ayuu dhigayay inta qofka isuu qaban karto hal mar saanta uu qaado u dhigaya al buraq buu yiri nabii kaleey salaatu wasalaam daabadaas waa mid buraq la dhigi jiray buu waxa la yiraahdaa markii nabii kaleey salaatu wasalaam uu korkeeda tagay ayay xogaa xog horad macna cadwi orad bay la timi jagjag bay tribali markaas nabiga markaas malaa gujbriil wuxuu ku yiri buraqow ya buraqo uskun buraqow hasil buu yiri ilaahay baan ku dhaartay ahad ka khayr badan inuu soo waliga korkaaga fuulin buu leeyahay korkaaga qof ka fiican ma uusan korinine job ayuu yiri hada nabiga macnaha hal hal la yaabin in xoolaha la la hadlayo jamaadadka in la la hadlayo waxas wax dhibo ilaahay lama arko aan kasi badan ba ilaahay subhanahu wa ta'ala u haystaa oo bixiya nabiga kaleey salaatu wa salaam iyo hatta maalin ba ayagoo saaran buurta wuxuu leeyahay buur ba xoga la yara kalkalantay nabiga iyo sayid abubakar iyo sayid uthman iyo sayid umar bay ahaayeen markaas fiiri jabal kaan uu joogsabi wallahi inaysa korkaaga saarnayn biir ila rasuulun wa sadiiqun wa shahidan korkaaga waxa saaran biir rasuul ilaahay iyo sadiiq oo sayid abubakar iyo waxa kale oo korkaaga saaran biir iyo laba shahiid ba korkaaga saaran wuxuu nabi ku cadeynay in labadan labadooda shahaado ku dhiman dooraan labadooda shahaado ay ku dhintaan laba saxaabiye sayid Abu Bakar ee waxaan karabaa in sayid Umar iyo sayid Uthman Abu Lulu Majusigi ba dilay sayid Umarna ninka la yiraahdo in sayid Uthman nabad garanaysa maalintii la dilay maalintii ayadana waxa way ugu dambeysay asagana rag balaayo isbahaysatay ah un dileen way sayid Uthman marka wax dhiba male inuu maaragta buraaq lala hadlo iyo in lala hadlo maaragta waxay dhiba ho ileedahay lama arko ilaahay cid uu rabaa inuu ka hadliyaa way النبي عليه الصلاة والسلام فانطلقنا وانبحنا بيراني ملك جبريل حتى أتينا السماء الدنيا
وان تغني بيري الى سمد اللي يراه سماء الدنيا ان كتغني مر الله مركي ان سو استغني ايا وها اللي يري ويري وان لا كره الله يري نبي عليه الصلاه والسلام ملائكتي جوقت اي كره الله ان اسغ يمل جبريل كره الله من هذا يا واي عده جوقت حق لا قادن ايا ماشاس من هذا ملائكته اليهين سمدو اني تهي شفاف اي تهي او ششديده واخ لا اركي كاري من هذا بلي مركا سو يري جبريل هل يري من معك يا كل سعده محمد صلوات الله وسلامه عليه نبي الله محمد ايا الى سعده بي مركز وحو يري مركي آن نبي محمد عليه الصلاة والسلام با إلى سعودة مركي آن إلي أيا وحو يريبو يري وقد أرسل إليه وملا صدري نبي محمد عليه الصلاة والسلام ملا صدري بالي نعم ها مركز وحي كو يري هذين مرحبا به ولا نعم المجيء جاء سود وين أيا نبي محمد سود وين عليه الصلاة والسلام إما شد أو يمد بان إما شد أو نعمل هاتي أول بان بمركي ورسول إني sida sayana ku soo dhaweeyayna tarxiibkaas annabi lagu soo dhaweeyay alayhi salatu wasalam markaas uu yiri nabiga alayhi salatu wasalam faataytu ala adam fa sallamtu alayhi meeshaas waxaan kula kulmay buu yiri samada la yiraa samaa dunida waxaan kula kulmay buu yiri nabiyullahi adam ayaan kula kulmay oo abul bashar markaasan salaamay buu yiri fa qala li markaas uu yiri nabiyullahi adam la yiri marhaban bika min ibnin wa nabiyyin waxaan kugu soo dhaweeynaya nabinimo iyo inaad haddana wiilkaygii tahay saasaan kugu soo dhaweynayaa bii anbiyaad oo dhan ayagu heegan ku jira tarxiibin ayaa nabiga loo sameeyay alayhi salaatu wasalaam arwaaxdi anbiyaadi iyo malaa'ikti iyo ahlo khayrki oo dhan baa halka ku soo dhaweynayay markaas uu nabiga haddana wuxuu ku yiri marhaban bihi marhaban bika wa min ibnin wa nabiyyin nabinimo iyo wiilnimo labadaba ku soo dhawow buu yiri waan kugu soo dhaweynayaa ثم أسري بروحه وجسده يغضة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية فعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلا سمد أبوه الرئيس وحكو أركي بيرشي خاسي نبي الله آدم بوكو أركي وقد جل له الوقار وعلا سقو وقار إيه جلال أي كم وقنا يام بوكو أركي هالكاسبي وعقلو ترته oo qisada ku sugan oo meeshaas uu sheekhaas ku cadeynaya muarrikhaahi in nabiga calayhi salaatu wasalaam ruuxdiisa iyo jasadkiisa ay yihiin kulligood waxa la wada dheelmiyaysa hal mid ahayn fandalaqnaa haddana waa tagnay yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa atayna samaa'a thaaniya samadii labaad ilaa aan ka gaarnay ayaan soconay yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa sidii oo kale waxaa la yidhi man haada yaa waaye ciddaan fastaftaxa jibriilu baa riwaayinka qaar ku jirta malaku jibriil baa idan dalbay yaa waaye جبريل من معك معي محمد صلوات الله وسلامه عليه او قد ارسل اليه وما لا صدر ها نعم ولا صدر يا سيدي ملك جبريل كو جوابيه مرحبا به ولا نعم المجيء جاء اساس ملائكته كو جوابيه كله وان سو دوينينا اماشده او يمد ايانا اماشو دن او فيعن سدا سا لو يري هل كاسنا سياسه النبي عليه الصلاه والسلام نوغو سو دوي مركا سمد لباد عيد او كلو كلمه النبي شيغاي و هو يري فأتيت على يحيى وعيسى وحن ميشاس كو أركي وان كلا كل مي بيري نبي الله يحيى يا نبي الله عيسى يان كو أركي بير ابن يالخالة لبدي النبي اللي أورنش رويو نبي الله يحيى ابن زكريا يا عيسى ابن مريم وي نبي الله عيسى اي قبضي مريم اللي دي شرد شيء يا نبي الله يحيى ونبي الله زكريا او دلي وي لبدا سنبي ايان هالكاس نقود تغيب بيري فسلمت عليهما markaasan salaamay biiru nabigu calayhi salaatu wasalaam faqala markaasay waxay ii yiraahdeen bay yiraahdeen marhaban bika min akhin wa nabiyyin waxaan kugu soo dhaweynaynaa walaalnimo iyo nabinimaan kugu soo dhaweynaynaa adiga waxaan kugu soo dhaweynaynaa inaad walaalkay tahay iyo inaad nabi ilaahay anbiyaadiisa ka mid ah tahay wey anbiyaad oo dhan sidaasay nabiga kusoo dhaweynayeen calayhi salaatu wasalaam waxaadana yiri nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay labadaas nabi inay ahaayeen ibn yalqaala hadda ibnu khaalanimadu waxa weeye nabiyullaahi yaxya hooyadiis maxaan ka rabaa nabiyullaahi ciise hooyadiis oo maryama ah iyo nabiyullaahi yaxye ayaa waxay yihiin ilmahabreed ah shaaca bintu faaquuda iyo xanata bintu faaquuda baa kala dhaleen ee maahana ma ahan inuu nabiyullaahi yaxye iyo nabiyullaahi iyo maryama inay wada dhasheen maaha amase ilmahabreed baa yihiin anuu sidaas ma ahan wey halkaas ayaan kuugu kula kulood mooyba وقد نيري نبو عليه الصلاة والسلام فانطلقنا وان بحني بير حتى أتينا السماء الثالثة سمدي الصدحات إلى أن كجارنو أيان سعودي بيري نبو عليه الصلاة والسلام
markii samadii ay saddexaad aan tagnay haddana waxaana la ku soo dhaweeyey buu yidhi man haadaa yaa waayo cidda jibriilu man macaka muxammadun salawaatullaahi wasalaamuhu calayh awaqad ursila ilayhi faqaala nacam marxaban bihi walaa nicma almajiiu jaa waan soo dhaweynaynaa imaashada uu yimid baana imaasho ugu fiican oo ugu nicmo badan waxaan ugu tegay buu yidhi hataasna faataytu calaa yuusufa nabiyullaahi yuusuf baa halkaas ugu tegay buu yidhi nabiyullaahi yuusuf ayaa halkaas ku sugnaa aan ku salaamay buu yidhi fasalamtu calayhi wuxuu kaloo yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam riwaayooyinka qaar isagoo weliba la siiyey quruxda ilaahay bixiyo kala barkeed laga siiyey halkaas ayaan kula kulmay buu yidhi nabiyullaahi yuusufna aan kula kulmay buu yidhi nabiyullaahi yuusufna marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam halkaas ayay ku kulmeen fasalamtu calayhi nabi yuusuf markii aan salaamayna waan salaamay yidhi faqaala wuxuu u yidhi buu yidhi marxaban bika min akhin wa nabiyin waxaan kugu soo dhaweynahayaa walaalnimo iyo nebinimo ayaan kugu soo dhaweynahayaa buu yidhi inaad nebi ilaahay tahay walaalkayna aad tahay ambiyada ka mid ah saasaan kugu soo dhaweynahay hadda walaal nasabna waa ay yihiin wey labadoodiba nabiyullaahi waxay galaan ibraahim bay galayaan halkaasuu ku soo dhaweeyey wey marka nabiyullaahi yuusuf macnaha waxa weeye wara'aa fi thaalithati yuusuf asidiiqa bisuuratihi aljamaaliya macnaha maalinta samada saddexaad wuxuu ku arkay buu yidhi nabiyullaahi yuusuf isagoo weliba suuradiisii jamaaliyada ahayd iyo quruxdiisii badnaa halkaa la jooga wey maxaa leeyay marka nabi yuusuf ilaahay wuxuu siiyey quruxda kala bar baa la siiyey nabigeennana kulligeed baa la siiyey laakiin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam quruxoo dhan waa la siiyey laakiin jalaal ayaa ilaahay siiyeyo marka horeanba indhaha loo dhammaystiri karin wey marka hore use qofku use u dhammaystiri karin inaaga ku fitnoobaanayna wax kala dhacdo waxayna ku imaan karin jalaalkiisa iyo waqaarkiisa hore ayaanba marka hore aan imaan karininba wey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam meesha ilaahay uu jalaal jamaal ka siiyey nabiyullaahi yaxya baa nabigeenana jalaal la siiyey jalaalkiiyo jamaalkuna laba qaybood bay kala yihiin xataa waata sifaatka ilahay la yidhaha sifaatuljalaal iyo sifaatuljamaal bay kala yihiin la yidhaahdo wuxuu yihi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam haddana fandalaqnaa buu aan tagnay yidhi xataa ataynaa samaa raabica samada macnaa afraad ilaa aanu ka gaarna ayaan soconnay buu yidhi sidii oo kale ayaa loo weydiiyey yaa garaac yaa jooga meesha yaa yimid jibriilu man macaka muxammadun salawaatullaahi wasalaamu calayhi awaqad ursila ilayhi faqaala nacam waa la soo diray buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marxaban bihi walaa nicma almajiiu jaa bay ku yidhaahdeen macnaha waan soo dhaweynaynaa imaashada uu yimid baana imaasho ugu fiican baa iyadana laogu jawaabay samada afraad markii aan tegay waxaan ugu tegay buu yidhi nabiyullaahi idriis oo ilaahay qur-aankiisa uu ku yidhi warafacnaahu makaanan caliya faataytu calaa idriisa baan u tegay buu yidhi fasalamtu calayhi nabi idriis baan halkaa ugu tegay waan salaamay buu yidhi markaasuu wuxuu salaamta iga radiyey buu wuxuu yidhi marxaban bika min akhin wa nabiyin waxaan kugu soo dhaweynahayaa walaalnimo iyo nebi ilaahay inaad tahay labadaasba ku soo dhawow buu yidhi nabiyullaahi idriis isagu waa nebigii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kor yeelay oo waxaa la yidhaahdaa muarikiintu culimmada sayirku soo guuriyaan nabiyullaahi idriis isaga hadda ka hor buu qoraxda aada ugu kulolaaday baa la yidhi qoraxdii markuu aada ugu kulolaaday wuxuu yidhi ilaahu qoraxdan kulaylkeeda anigoo ardada jooga aan joogi laahay yaa wada buu yidhi malag malaa'igtayda ka mid aha geedaynaya baa la yidhi intaas oo boqol oo mayl halkii margoysiinahaya haa wuxuu yidhi ilaahu waxaan kaa baryahayaa buu yidhi malaggaas in laga qaboojiyo qoraxda ayaan kaa baryahayaa buu yidhi ilaahu qoraxdii ilaahay waa uu ka qaboojiyey malagii ilaahay malaa'igtiisa ka mid ahaa ee qoraxdii riixi jiray oo wadi jiray oo ilaahay sidaas ku caabudayay isbeddel buu dareemay isbeddelkii markuu dareemay wuxuu yidhi ilaahu xaggee wax ka jiraan waxaa lagu yidhi aniga addoon addoommadayda ka mid ah oo jooga ardada oo idriis la yidhaahdaa wuxuu is-su-aashay inaan qoraxda kulaylkeeda kaa khafiifiyo anna waa ka yeelay innamaa yataqabbalu llaahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa dadka ka cabsada hadda ilaahay ambiyadiisuna hadda iskabadaaba asfiyaaullaahi weeye ilaahay dadkii xulkiisa ahaa oo uu doortay oo ilaahay dad u abuuray ugu fiicnaa wey sidaas baa la sameeyey ilaahu waxaad ii idantaa buu yidhi inaan soo booqdaan rabaaya hala ii fasaxa buu yidhi malaggaasi wuu soo baxay sidaas ayuu ku yimid waxaan rabaa buu yidhi inaa waxay weydiisatay waxaan kaa rabaa buu yidhi malkamood in la ii adeejiyo nafta la iga qaado si aan mowdka inta u dhadhamiyo aan u diyaar garoobo in naarta la ituso si aan uga gaashaanto in jannada la igeeyo si aan ugu diyaar garoobo iyadana oo jannadaas fiicnaanta ay leedahay aan maarataa usoo arko sidii baa ilaahay u yeelay subxaanahu wa tacaala ka yeel baa la yidhi naftii baa laga qaaday alla ilaahay waa dhadhamiyey yuri haddana isla markii baa lagu celiyey isla markii baa haddana waxaa la dawaafsiyey naartii buu arkay jannadii buu arkay jannadii markuu arkay buu yidhi halkaanaan iska joogaya meel nooma socdiyo markuu yidhi halkaanaan iska joogayaa baa la yidhi war hadde sidaa la iskuma ogeyne
arada ka timid baa lagu celinayaa asay malakbootku waa markaas waxa weeye waxa dhaxmartay hadal dhaxmaray nabiyullaahi Idris wuxuu la soo baxay xujooyin ilaahi wuxuu yiri buu yiri kullu nafsin dha'iqatul maut wa qad dhuqtu ilaahi qofka samood uu dhadhaminayaa miir aanu waana dhadhansabi wa in minkum illa waridaha kana ala rabbika hatman maqdiyan baa ilaahi yiri buu yiri wa qad waradtuha naartana waan soo arkay moodna waa dhadhamiyey aayad kale quraanana ilaahi wuxuu ku yiri qof aan janno gelinno ma ka bixinayno ilaahay wama min hadu rajina aayad lafdigeedu sidaas aan maleenayo saasa ilaahi ku yiri kama aan bixinayno qof aan janno aan gelinno ilaahay yiri buu waa laga xujay halay markaa iska dhaafdaaliin markaa halkii saas baa ilaahi subhanahu wa ta'ala ugu nicmeeyay oo makaanka caliga ah loo koriyay sidaas weeyo warafacnaahu makanan aliyan ilaahi subhanahu wa ta'ala saas ku yiri makaanka sareeya waa jannadii si khayrkiisa halkaas uu ku tamatucaya halkaas looga soo tagay ilaa moogtahay mar haddii inta la xujeeyto xujada laga helo waa inaad ogaansataa malaa'igtan la xujeeyto in la hadlo iyo taas mowduuc hadda noo furan maalay kuwa waxa maarta iska basiidaho ku aan leexan mahay taas nabiyullaahi Idris baa halkaas ugu tagay Idris marka waxa lagu magacaabaa la yiraahdo nabiyullaahi Idris waxa aad u badnayd baa la yiraahdaa daraasadiisa suxufta oo akhriya aad u badnayd oo aad buu u daraasayn jiray ee qof wax talo qofkii ugu horeeyay dhar talan gashadana uu ahaa baa la waxa la yiraahdaa marka asagu maba dhowo nabiyullaahi aadam buu ku dhow yahay nabiyullaahi Idris asagu nabi nuux iyo kulli waa uu ka sii horeeyaa nabigeenna marka wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam samada afraad waxaan kula kulmay buu yiri nabiyullaahi Idris baan kula kulmay buu yiri fandalaqnaa xataa atayna samaa alkhaamisa waan soconnay buu yiri ilaa samadii shanaad aan ka tagnay samadii shanaad markii aan tagnay oo halkaas aan u joogno waxaa la yiri yaa jooga yaa garaacay macnaa yaa meesha yimid man hada jibriilu man macak muxammadun salawaatullaahi wasalaamuhu calayh aw qad ursila ilayh waa la soo diray haa nacam waa la soo diray bi marxaban bihi wala nicmal majiiu jaaa sidaas ayadana lagu yiri soo dhowow baa la yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam imaasho yimid baa imaasho ugu fiican markaasuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddana waxaan ugu tegay buu yiri samadaas faataytu calaa haaruuna fasallamtu calayh nabiyullaahi haaruun haaruun almuxababa fi lummati lisraa'iiliya nebigii haaruun almuxabab la oran jiray ummaddiisa ummadda israa'iiliyada ahaa ay jeclaayeen nebigaas ayaa halkaasna ugu tegay buu yidhi fasalamtu calayh faqaal asaguna wuxuu yidhi marxaban bika min akhin wa nabiyin welinebinimo iyo walaalnimo ku soo dhawow buu yidhi samadii lixaad baan haddana tegay buu yidhi samadii lixaad markii aan tegay wuxuu yidhi waxaan ugu tegay buu yidhi ayadana nabiyullaahi muuse ayaan ugu tegay buu yidhi markaan idan dalabnay oo sidaas aan yeelnay waxaan ugu tegay buu yidhi nabiyullaahi muuse ayaan ugu tegay buu yidhi halkaasna samadaas lixaad iyadana waxaan ugu tegay nabiyullaahi muuse ayaan ugu tegay buu yidhi nabiyullaahi muuse markii aan ugu tegay wuxuu yidhi falamaa jaawastu baka muusa markii aan ka gudbay ayaa waxaa ooyay buu yidhi nabiyullaahi muuse markaasaa waxaa ilaahay ku yiri lagu yidhi maa yubkiika maxaa kaa oohinahaya nabiyullaahi muuse maxaa kaa oohinahaya baa lagu yidhi markaasuu wuxuu yidhi waxaan la ooyahayaa buu yidhi ina hada alqulaam aladii bucitha min bacdi yadkhulu aljannata min ummatii afdalu maa yudkhulu min ummatii wiilkan aniga gadaalkayga lasoo saaray ummaddiisa jannada waxaa ka galahaya buu yidhi in ka badan inta ummaddayda ka gelaysa jannada ayaa ka gelaysa buu saas ayaan la ooyayaa buu yidhi marka waxa weeye qaybdo iyo majeersi uu majeersanahayo ilaahay nacamkiisa uu siiyo uu majeersanahayo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam weeye maahane in uu ka xun yahay nicmadaas ma ahan sidaas ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam samadii toddobaad ayaan tegay buu yidhi fandalaqnaa xataa atayna samaaa saabica samadii toddobaad ilaa aan ka gaarnay ayaan soconnay buu yidhi samadii toddobaad markii aan tagnay wuxuu yidhi waxaan sameeyey buu yidhi oo samadii toddobaad markii aan tagnay waxaan ugu tegay buu yidhi nabiyullaahi ibraahim faataytu calaa ibraahima fasallamtu calayh markaasuu wuxuu ii yidhi buu yidhi marxaban bika min akhin marxaban bika min ibnin wa nabiyin ilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa farci nabiyullaahi ibraahim waan ku soo dhoweynahayaa nebinimo iyo waxaan kugu soo dhoweynaynaa buu yidhi iyo baalka la yidhaahdo waxaan kugu soo dhoweynahayaa buu yidhi inaad tahay haddana wiilkayga aad tahay min ibnin wa nabiyin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam intaas ayuu qisadii sii waday qisadii micraajka la oran jiraan dhexda kaga jirnaaye wuxuu yidhi markaas nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uma rufica ilaya ilaya albaytu almacmuur waxaa la ii kor yeelay buu yidhi markaas beytkii la oran jiray albaytu almacmuur waa beyt oo halkaa ku yaalla albaytu almacmuur waxaa lagu bixiyey malaa'igta cibaadadeeda beyt lagu camiray weeye malaa'igta cibaadadeeda ayaa lagu camiray
هل كان مركا مره يحيي النبي عليه الصلاة والسلام فسألت جبريل ملك جبريل بوحان سؤالي بيرواه ويديه ما حي تاي ماشى تنبايري مركاس وحو يري نبو ملك جبريل وحو كتشو وابيبو يري هذا البيت المعمور متك كان وابيت كل رنجري بيت المعمور لديه تري يدخل فيه كل يوم سبعون يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك مالين كستوى كتو كدوي تضبات كم أو ملك با مالين كس كتو كتوي هدي أي كم بحنا دب ما وقص الله لنا يوم بير تضبات كم أو هر الله كتو كنا يس مالين كسة وما يعلم جنود ربك إلا هو إلهي جنود دي سي يا إذا ما دي سي يا أنت وجهك إلهي ما أنا عدك لا تقعنا ما يصير تالي هذا ترى يترسي أنت أي قبل هل كاس أيام وحي النبي عليه الصلاة والسلام أيام تجيب بير هذانا هذيك سوحة كل الله شيء النبي عليه الصلاة والسلام هو رأسها كوسا أبسن مركو النبي تجيب بيت المقدس إنه أنبياء ضربن هل كا النبي كتوشي عليه الصلاة والسلام يا أنبياء الواحد يدي أنت وجهك تودن وكان إماما لكل إمام بير النبي عليه الصلاة والسلام إمام ضربن أيوه هو أهاب بير إمام بيت المعمور هذانا مركي أنبار تقول يويسي وان كتجيب بير ثم رفع إلي سدرة المنتهى ماشي الأورنج ري سدرة المنتهى ماشي الأورنج ري سدرة المنتهى أي مركز هذانا لا يسيو كرسيي أيو يري نبي عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى ماشي اللي ليه تري ماشي أي مركز هذانا لا يسيو كرسيي يري نبي عليه الصلاة والسلام مركب وين يري مركي عن سدرة المنتهى عن إمد سدرة المنتهى ماشي اللي يري هذا مركي عن تجيب يري نبي عليه الصلاة والسلام فإذا نبيقها كأنه غلال هجا مسمره هذا واحد مداب يري ماشي هجر الأورنج تري مريه كوه اللي تري عاشو مدي يقول الله ذي كوه اللي تري بعد مداب جيت كيف كسي شاكين أنا بقول عليه الصلاة والسلام إذ يغشى السدرة ما يغشى أنا بقول عليه الصلاة والسلام مركب ولا يهوي مركب إلهي القرآن كيس وكل يهوي مركب وجيت كي سدرة المنتهى الأورنج تري والضبالة وحي الضبالة إذ يغشى السدرة ما يغشى وعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام وورقها كأذان الفيول على مهدون وحي لم يديهم بويري إن مرودي قد أجيه سوء كلبا مدابي رجعت كاسي سيدا ويهي سيدا سيور النبي عليه الصلاة والسلام على رمضاء دير بنجيت كأكلية سدرة المنتهى اللي يراه ذو أيام كسر عذيب النبي عليه الصلاة والسلام هذا وقت قرانا يسا وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من غار قوسين لم تدرك ولم ترن وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم عليه إمام أبو سري نبي أن عليه الصلاة والسلام بكشة كينهي واحد كرتيب يري إلى أد منزلة سراء كجرت يا سعطيب ومن قاب قوسين قاب قوسين حق يتكاه فكان قاب قوسين أو أدنى وكإله القرآن كيس كله لم تدرك ولم ترمي ولبا ما أهم بيري منزلة لاسم منزلة عليك غير كاء وهو كقب ما أهم بيري وأمد أديك النبي محمد الغوغا سير عليه الصلاة والسلام وقدمتك جميع الأنبياء بها وحدرت لها سكور مريي أنبياء دمان تودئي والرسل الرسول الله يردن تقديم مخدوم على خدم سيدا قفل أديك هايو ومركز خادمين تين أي كدام بيان إساقنا مركز كهر رأيو أقلب على هيد بيرنا محمد عليه الصلاة والسلام لنك ساس النبي أمان عليه الصلاة والسلام أيا بالك تواهو يمدان دين تواهو كبرت الله وانمان تواهو سورت قلن إسقاف لقادين هايو أولي هاي بصير وحم بسمية وحم بشيء يعني مشكلة هي بس كم معقولة هذا واحد اللي يراه هذا ما شاء سوكله من رجع دقن عديه بقطع الله إمام بصير أقام تاسي معرف تاسو ساس وقشة كين النبي عليه الصلاة والسلام أما واحد يجي الله ونعكسن شيء أما سهدي كلا إذا بيا الله وحقاه أنتوا أنت سيمان إسم وقته النبي عليه الصلاة والسلام حديث كبا ولي غيبي دم انتهاي ثم فرض علي 50 صلاة وحال يقول سفر دي إلى همين كاس كنتن صلاادود ايا لا يغ سو فرديه النبي عليه الصلاه والسلام كنتن كي صلاادود markii la isoo la yugo soo faradiyeelay waan soo laabtay wiil nabiga عليه الصلاه والسلام فاقبلت حتى جئت موسى وان سو قابله soo laabtay ila nabi ilahi musa aan oga imid buu markaasuu nabi ilahi musa wuxuu ugu yiri buu yiri nasiha fiican inta isiiyay nasihaad u ajeeb u siiyo wuxuu yiri ana aalamu bin nas mink dad ana nabi muhammad oo kaaga aqoon badan عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تضيق أنا وحن آدع إلى جيي وأن دحق لي وأن كده حشري شري بيري ضد كل أورن شري رب بني إسرائيل بن كده حشري شري أمت دادونا ما يودك أنت صلاة فرجع فاسأله التخفيف
معنى الله وإلهي وحا ويدي ستا إلهي إنو كافر ذيه وكنتن كان صلاةات إلهي سبحانه وتعالى لقادمه نبي قال الله تعالى عليه الصلاة والسلام منع أهن ميشا وكل عبان إياه ميل إلهي وچوغو ودقين يايو حد بلغو الله عبان إياه أنه ما أنا هين مبتدعو إلهي سبحانه وتعالى وحنا من زنه إنه يسن وحتها لا تحويه جهات الستة بان معناها أنه لنا إلهي لحدة جهة ما يكوبته كر مجره هوسنا مجره مدقنا مجره بدحنا مجره هرين مجره قدالنا مجره فلا جهة تحوي الإله ولا له مكان تعالى عنهما وتمجد به معنى إلهي سبحانه وتعالى جهة ما كوبته مكان إلهي سبحانه وتعالى بله تعالى عنهما وتمجد لبضاس إلهي سبحانه وتعالى لبضب وكوفيه إن جاء مكان الله نسبيه ساسوي إلهي وكوفيه كان الله ولا مكان وهو الآن كما كان قبل خلق المكان إلهي واتشري تشري أصغوا مكان ونشري تشري سيدي مركي هروا هان تشري وحدنا باقو كوية أنه من راهنو إلهي عرشه كسر رأي واكه سيئ حجم كتيرا ميا تامره إما سرين تهديات اللي إلهي الرحمن على عرشي سواب اللي إلهي عرشه كسر رأي اللي قرآن كالوش يغي محاد كفا سريسا هذا سرين تيو كلا سرين تبين دو احترتا معنا إلهي عرشي سواب وقهري وكا قال من قضي انتا سعي علماء يكفا سريسا النبي صلى الله عليه وسلم إلهي بأن مركز صدنا ويديستين ويقفض إلهي ويقفض إلهي إله الله قد يقول إلهي حدنا وحا الله قد يقول أفرتا نبي موسى حدنا ويم حدنا وحا اللي يروا وردبوا الله وصوف إلهي ولي أفرتا ويبرنتا إلى مركز الدنبي حتى جعلها خمسا إلى إلهي سبحانه وتعالى شن صلاة ضوضو قد يقول شنتي صلاة ضوض مركز اللي قد يقول بو حدنا نبي موسى تروح وكسي إنو الله بطول سيف إلهي تتكن صلاة ما تكرا أيام برساب موذي سمعنوف أنا كوا كير بلا تكن ديدي بير إن كير بادت كي تكن ديدي بير ملا أوده مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحيروان هو جان سمي مركز أحدنا من قبل الله وحلق النادي أديت أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فريضة يدي وانفليي سدى أحيط بإلهي سبحانه وتعالى أسمي أضم ماذا يدنا وانكفد ديدي بير سدى ساليروي سيداسو مركز النبي عليه الصلاة والسلام شنتي صلاة دود همين كاس أيام معرتها لغوصو واجبية للنبي عليه الصلاة والسلام أيوغو وليبا وإلهي الدبار لغي حلكي مده طبان صلاة دود أجر كودا ييلاد ولها أجر الخمسين كما شاهه في الأزل وقضاه وحي شنتا صلاة دود متكستو كمده أيلادهي وحي لادهي كنتن كي صلاة دود أجر كودي أيه مدول بشنطة ولا سعت عليه شنطة ولا سعت كنت في سرعة بريه يوحي كله إلهي سبحانه وتعالى ومدي سووس نعمين أيه نبي قال نواصل الله تعالى الصلاة والسلام إسلاه من كي أيه صلى الله وعات الله شجع لنا عيسى ماشي الصور ولي كلي الكي قفكم مركو ماشي كتشي فكلي لا يكون سمين أيه أيه ولي كلي الكي الدراما يو صلى الله تنبي عليه الصلاة والسلام صباح ديب أنت نبي صباح عليه الصلاة والسلام أيه وحيه حالا هو اللي دلمي نينك وكله يا متقنا أبو جهل وين نينك الأورنجري عمر بن هشام ونينك النبي عليه الصلاة والسلام دتك وقلب سن أوسي قلب سنة ساعة ساعة مرت اللي دلمي الله إياه لبي مركز أسكوي يا رج ورقريسي ورسكوي ما ضوي وربل وحوم ما أنت اللي يمد كارا يا أركا وركي هرا ورسود داف بير مركي هرا إله باتشرا أصلا يمكن نكتك أو حسام بسكوي سنيه maan tuubay yiribuu yiri intaas oo saban dhaafay xalo dhan baa la idheelminayo baytul maqdis baan tagay oo warshaanigaana baliin bal isku kaalay balu fiirsa marka adawgi ilaahay ba ilaahay nabiga inuu dadka isku keeno u adeejinaya asagu fiiriday kalaftiisa hadda marka uu dadka nabiga uu ku xumaynaya laakiin nabigu in dadku inta isku yimaado uu risaalada uu wado u gudbiyo wixii uu rabay ba weeye ogow inaaya kala meesha ku jirta asagii ba dadku isku yaray marka uu dadku isku yaray هذا إله سبحانه وتعالى مؤكد عيد رب إلهي هذا كنية مركز دتك الله سكوي يرى النبي عليه الصلاة والسلام وسيدعي وعلى يد المي تضرب السماء وان دافعي هل كاسيان تجي بيت المقدس بان تجي مال والبان تجي أرنتي مركو النبي تلمع عليه الصلاة والسلام أي واحد سيسي يا سيدن كفر يا عناد مش ودم بيسي وارتد من أضل الله الشيطان وأغواه ضد بدن وحتى إسلام هذا دينتي كلا تدب الله ويري ما أنت هذوب تلايمي waxaan u rumaynaa horta tan baana u rumaynayeen balay xaqay ka sii aadeen diintii bay ka sii laabteen kuwa kale markii ay sidaa dhacday oo ay qulyahaas diintii hadana ay ka sii laabteen ayu nabi waxa uu sallallahu calayhi wasallam intaas qiso walba uu sheego
سيدنا أبو بكر الصديق محولية صدقت 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 رم أياشكت مركز انتقار كود سيد أبو بكر وتجن سجارة وتجن بوحلي أرنت أنا غريب كهدوم ما أنت اللي يمد حتى ما أدور رمانة سوالي وحول بوا رم أنت نمر رمانة سا والله واحد كده هدول اللي ما دور رمانة يا أبي سيداس أيا إلهي سبحانه وتعالى نكا سيدنا أبو بكر الصديق أسوأنا وحول كهلا درجة هذا الصديق لماذا وإن لقمة عابر همين بدنة بوهلا نبي عليه الصلاة والسلام أنت ويمد أيو أغشى كي ماشي مركز سواح اللي رانا يكون نقاوة هم كحو تشينا لي بل نوت المام بيت المقدس كأشياء يسيد بالي وأوت المام النبي عليه الصلاة والسلام حاول اللي رانا لكو جبريل باب ميشو يالا انت كسو قادي أريد ديسة صوري ميشو يالا انت كسو قويي أريد ديسة صوري دي. أوت المام بالي مرك ما حيد بها لا ده إنو أوت المام النبي عليه الصلاة والسلام مركز النبي أوت المام عليه الصلاة والسلام وحكرا اللي رانا daboolki ila moqta wax xijaab ba ka xiga hadda meelaha aan u jeedi karinin anaga xijaab umbaar naga xiga Soomaa wixii ma arki karno xijaabkiiba laga wareeji markaas markuu u tilmaamay rag badan oo meesha odayaal oo waxa fadhiya Shaam u safri jiray Baytul Maqdis garanaya markaas la yiri al wasf fa inma al wasf faqad asab tilmaanti waa wasiibay baa la yiri suu sheegay weeye لكن ولا وجه كيان أملاينا واحد كلا إنكوا قدر هياب يوني نبغي عليه الصلاة والسلام سفر كيني مغنا ما أنت ما له بله إيمان دونا قرحد مركا أي صوب بحذونا إيمان دونا رتيب مدو بعض أيان هو جامين هيا سفر كيني وأنا صار كي هل جاسنا هو إيمان هياب وقدر إلا شام بيسافر كيني نقطة سفر كيني حتى وصار تويني نبغي عليه الصلاة والسلام وابك سيدنا صباح دي الدمبي أيه مركي واجب بريي waxay isku gu tageen meesha qoraxdu ka soo baxdo nin walba waa ka indhahaas ugu taagan bal wuxuu u sheegay inay rabi markaas aan nin meeshii raga fadhiye kamid wuxuu yidhi hadii shamsu qad talat wallahi qoraxdu waa soo dhalat markaas mid kale la yiri wa hadhihi al-eer tanna waa safarkii awrteeni yaqdimuhu jamalun aklaf awraq waxa hoggaaminaya buu yiri ratimado bacda ayaa hoggaaminaya buu وسيد كما قال محمد صلى الله عليه وسلم على اساس قدر سيدي محمد او شيغي ورسيداس باي ارينتو ودعد لكن ما هي كوغو تالا ما يدا قفكو موقت هادي شيخ نين ميلو عداي ميلو كمدو با ليريو هادي قفكو الهي شقاو او قدره وحا سوخبا او تري ما هيان حق اسكا ادينو عناد iyo سحر ويه iyo حق ويه iyo فلانو وي انكرين ارينتاس قار بابا قالنمدي سي كورسداي وي إلهي سبحانه وتعالى دتك وناجي او سيدنا ابو بكر الصديق هو غامن هينا ايمان كودي باي كسغنادين نبي عليه الصلاه والسلام قصدي معراجك اهيد او عجب كلا هيدي اسردي اسري او دحاي ايي سيدودي كرميين سداس ايينا كو قاتين هذا النبي عليه الصلاه والسلام اسلامين كلفتيسا صلاهها لو سو واجب يلي مركي صلاهدي لو سو واجب يلي او هدا ان كشيكينيني نبي عليه الصلاه والسلام لك جريل باو يمد صلاة الظهر كه أي صلاة تجيء وهو رسالة إلى هذا ظهر واحد لو مجا عابي أول صلاة ظهرت صلاة تكذا صلاة وجوه ريوي وجوه ريسوي صلاة دي بصيدة كنت تجيء وقت ما وقت وقت ما وقت 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 صبح الواحد اللي ما لما تجيء بالي أيه ولا صلاة لا سوى واجب يعني ما هي كل عادي هذا النبي عليه الصلاة والسلام قاب كويت كلها هي صلاة النوع كويت كلها لما برني سما مركز هذا واحد وقعته عمل كعلم إنه كه ريوي عمل والب علم أيا كهرية سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من غاب قوسين لم تدرك ولا ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم وأنت تخترق السبع ضباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم تضرب السماء يا دلاعين سبيل النبي محمد عليه الصلاة والسلام adigoo waliba jamaa'a ku dhex jirta aad waliba hoggaan ka tahay ninka dhexe iyo ninka damba aad midna ahayn jamaa'a aad hoggaan ka tahay oo hoggaaminays hatta ila lam tadaa sha'wan li mustabiqin min ad-dunuwi wala marqan li mustanimi ila wuxuu yiri aadan oga taginin qof walba oo darajaan gaarahaya yiraahda meel aad oga tagta aan la arkinin way wala marqan li mustanimi maqam dhamaantiisna nabi maxamed oo alayhi salaatu wa salaam waad raaricisay مركي مقام كاغا لو فيريو اذن وديت بالرفع مثل مفرد العلم ما هي لو واحد لو نادي مفرد العلم ان هذه تهي
ساس أيو كله يهاي إمام بوصير كتاب كيسلي راه ده بردة المديح وهو يوم مركن النبي عليه الصلاة والسلام همين كاس وحيابها خوارق العادة ده وعجيب كأه أيا أضعي وحال إيراه لا يكله همين كبراق النبي الله صاره حق الله جك يعني بالير وهو يالي يريد ده بضبلا وإلهي سبحانه وتعالى النبي وجود ياريه كنا ده مت كم ده ويالي البراق عن الله كأن النبي عليه الصلاة والسلام ومت كم ده وهالك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كأنه وحوي مركب ولا ليال قصة اللي يراه ذو الإسراء والمعراج قصة السيدة أبو الله رمويه حل قاس إذا عدنا وهمين كصلاة دنا نلقوس وفرض يالي وصلاة دنا السيدة سي مسرع نقول نغطي النبي يقول وكبعد دتك وش يا جينا صلاة دتك كذان مركز وعجيبة مركز قصة السي وقصة السيدة أوياب كله عجبت بدن وحأدي آد مركب وحلا غن حاء هذا حل جان أن تشوفنه إنه يشيران ضد من عنا هيا أوله إسره بشان ماهن محل الله سمعين هيا محل الله إسكوكو إيمان هيا محل واحد كان الله سمعين هيا ولكن الله خير كنا واتيري تري معارض كنا واتيري تري ضد مروا البيء وحيابها خير كأيكو لبسده آدي آد بيو بضيهين وحانو مدى مسلمين تار دمان تود وقو باقينا إنه أرمها إسكا إلاليان أرنتاس وحينا تهي دين الإسلام كمعالم الدين كوحيابها اللي يراهدو وقفك شبرا بشبر مدبا معالي اللي قرر يبوي أنا قم يكتب واحد للرباه علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالي محبة النبي هي مواقع دبضان وحيابها دعاي وعجائب كأدو يدعا النبي أسرع اللي يردتك وغشا وذكرهم بأيام الله إلهي أيامه سمارة عجبت له ددك وغشا كيبا اللي ومركا بعضو يمكن أدون كان كذا عي أو وياب كبدنا والنبي جدنا معجزات كل سنة هو ينابوي يسره مركزا حضنا واحد للربا إن عقيدة هان أرنتاس إن يشرت أرض قاعدة تدونه في ميسد مركز سيد على الربي هديل لو يراه ذا كورن مع النبي جا إلا ديل بيل لور شيء جيّا ورد ولا ليال سو أرك ميسد مركز ورا واحد للنبي جا مولد كل سيان لقاش يا كيم بالير مع أنت إنه رشيل لور شيء جيّا waxaan niri warkad daaya nabi gu naxmal la keenay adduunka naxamka uu waayeen buu aha inuu dhashay dadka iyo in la baro waa waajib oo dadka lagu tacliimiyo abtiriskiisa iyo aqoontiisa nabiga la baro alayhi salatu wasalam war sidaan hal la yeelo la diidiyay ma waxa sugeysiin walaalayaal hadda markaan isrihiina hadii la diiday mawlidkiina la diiday nabiga waliba in la caayana lagu sii daray oo taas irida la soo dilaacshay waxa haddana ay koox sheeganaysa ba ay soo baxday ahadiistiisa ma rabna ay yiraahdeen oo quraaniyo la yiraahdo oo magaalada nala jooga oo yiri quraanka ma ahna wax kale anagu aan rabna ma ay jirto soo istaaga yimaadeen asaga dhanba ma jiray miya sugeyna marka wax kale aan sugna laba arko walaalayaal waa inaan iska ilaalinaa dadka noocaasa ee mulhidiinta ah ee ahlu zayqa ah ee xaqqa ka bayray ee dhacdadan horta waa mid markii hore ku bilaabay in la beeniyo la yiraahdo maba jiro isru waa arin gaalnimo keenaysa in haddana dadkii loo diido la yiraahdo arintaas iyada ahay arin jirtana ma ahan ama la sameyn mahayo ama arin wanaagsan ma ahan ama in la sameeyo kuma haboonana hadda qofka asaga dilin looga rabaa waxay noqonaysaa taas yaa nabiga siiradiisa laga hadlin calayhi salaatu wasalaam bal walaalayaal caaway waxaan ka hadlaynay qof mu'mina wax wax u siyaadiya ma ahan wax u dhiba ma ku jireen qof mu'min oo ilaahay ba iimaan siiyey nabiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam intuu socday meeshuu tegay hawshu siday ahayd nidaamku suu ku yim xilliga salaada siiradaas in la baro unbaa dadkii looga sheekeynaya markaas waxaan habeen dhawayd fiirsanayay mid la soo weydiinayo inta dadkii u soo fariistay meesha la yiraahdo TV-ga u soo fariistay ayuu wuxuu leeyahay israha wax layga weydiinaa layga su'aalamay isrihi wax layga su'aala markii uu yiri haba qof baa soo wacaya markaas dadka Soomaalida ma ogtay lafteeda dad badan oo dad baa soo wacay su'aalihii oo sheekho bishaan ama haata ama bilka ha ahaatee maxay dhibaysaa laa horta in laga sheekeeyo qisaas maya hadda waxa daa ka sheekeynaysid waa inaa waxa nabiga ka soo gaartay ay tahay waa inaa waxa gaatay een macnaha nin ceel ku dhaac cidiisu meel bay ku yaalin baa la yiri moogta ila waxa xujo aan laga baxsan karin ama bishaan ha ahaato ama bil kale tahay noqotee sideeda in laga sheekeeyo maxay dhibaysaa laa sheekhu hadiisa bishaan laga sheekeeyo maxay dhibaysaa maya hadda marka wax soo weyn nabiga wada yataa alayhi salaatu wasalaam oo hadda nabiga alayhi salaatu wasalaam asaga ka sheekeeyo ilaahay baa ka sheekeeyay maxaa kaloo nabigu oran lahaa isagii baa ka sheekeeyo sidaan hadda u sheegayna u qaaxay oo ilaahay baa ka sheekeeyo aayaadkii qur-aanka ku sheegay
أو معركة إن لقى قصص كانوا عسل الله شيء نحن نقص عليك أحسن القصص إلى أي بقران كسنة بيكون عليه الصلاة والسلام مسلم ككو وفي عن أيام كعجش كين النبى لقير وكل نقص عليك من أنباء الرسول ما نثبت به فؤادك وحن كعجش كين الأنبياء يمكن قصص كودي وحن قلب جاك قصوا إنه إن قصوين كانوا عسل مرك الله قرية أمد الله دي اللي يراه له وحن مشروع معهم وحي كين إسا دين الإسلام كمال والباء إن حب الله قتبه مال المولود كهالوجود دي waaga damba wax ilmahayna ilmahay si dhalan kuwa si joog maxay aran doona nabi maxamed bilow dhashab aanu ma aqaan haye anigu maalin la dheelmiyo ma aqaan niman kaarna ogta waxay ku soo gambadaan qofka waxay leeyahay waxaan wax tasriic ah maahan waxay kala dadka uu lagu soo gambanayaan oo loo sheegaya in aysan shaygaan uunan ahayn bishaan inaysa ahayn bay ku dhageeyeen bishaan rajab ma bishaan rajab ma nasro warada muarrakhiinta islaamka musannafiinta ay ba idin kaga horeysay oo ku sheegtay inay bishaan tahay qasadu إلا عصرك الصحابة اللي سووا ذي رجع معرقين تا كتب تواوين معاجم تا ناقري أيها كل إذن كجوه الرئي أو توار النبي عليه الصلاة والسلام تاريخ سون الدياري أيها هرت كجوه الرئي وعكلا عجيب أو إن كوجس يدرى إن كبر عرتشنا هي إن دت كاسي أيكو أي مرول بكشة كيان دت ك أيجا محترم كواه أقيمس حوا ودك السعودي وواحد كتير أسبوع ليلة أسبوع الشيخ محمد عبد الوهاب بالله وش كيا اللغة الله يا لغو السمية هدر ننضيه هو يان ده حكودي من تري مثل إيره هذا إن جرو اللي جودي تري وعبد عبد القادر قاعد اللي ديه تري قصيده إن بالله صنفه والله وش كيا نو عصا هيد بالله إيره هذا محمد عبد الوهاب قصيده الله صنف عبد القادر قاعد من بالله صنف كركدن بيا الله صنف هيه ما هو البهادات قصي هذا كسوه لي سوي سما دروة المجد لرتقى لها ninka lagu amaanahay waa macnaha waxa weeye maxaa abdullahi weey adiga nin kula mid imaba jiro majdiga meesha ugu sareysa ayaa ka kortay nin adiga kula mid oo sidaasna ma u jiro weey marka walaalayaal ma waxaan sameynayo tacdiimina nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam iyo jiil ba jiil dadku say u kala ficnaayeen oo kala aqoon badnaayeen masix aniga tayda unba ila fiicana ii raacban ku soconayna waxaan ku soconaynaa wadadii nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam anaga ahlus sunnati wal jamaa'ati hadii aan nahay magacaas waxaan ku qaadanay tadbiiqinta sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam iyo sida ay tahay oo loo raaco oo manhajkii nabiga iyo saxaabada lagu socdo iyo kii salafu saalih inta aan caawa ka sheekeynana wax inta ka soo horjeeda lama arko hameenkan iyo munaasabadka cajiibkaana waman yucadim shacaa'ir allaahi fa innaha min taqwa alquluub shacaa'irta diiniga oo macaalimuddiinka in la weyneeyo oo munaasabadka islaamka qiimaha ku leh islaamka dhexdiisa lagu faafiyo diintay qayb ka tahay shaciiro ka weyn oo maanta tan la sheegi lahaa ma jirto habeenkii nabiga la dheelmiyey inaanu ilmaheenna barno oo aan caruurteenna barno oo aan kuwa kaleoo ka dambeeya barno oo meel kasta inta muxaadaradan duubanaysa inta kale in qofba qof uu sii gaarsiiyo hadda waaba arrin laasimaho nagu waajiba weeye haddii kale waxaan noqonaynaa dad diin la'aan ha noqonaynaa midda kale waxaad ogaatiin diintu walaalayaal jiilba jiil buu ka soo guuriyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadu ka soo rareen taabiciin baa ka soo rareen akhyaartii salafoo dhan baa ka soo qaadeen ragba rag ayuu uga dambeeyey aa'imatul arbaca waa la iska kala dambeeyey saadaatu suufiya raggii culimmada mutakallimiintii fuqahadii ragba rag ay ahlu siyar nimanba saasay diintana lagu soo gaarsiiyey annagu haddaanan dawrkeenna aanan qaadanin oo aan waqtiga xilligeenna aanan joogno aanan diinta noolayn oo waxyaabaha shaciirooyinka islaamka aanan weynayn oo noolayn xaggee baan hadda diinta islaamka hadda nusradeedii ka helayna in tansuru llaha yansurkum ayadda qur-aanka ilaahay ku leeyahy haddaa diinta ilaahay u gargaarteen idinkana ilahay waa idin gargaaraya maanta gargaarka qofka laazimka kuwa waxa weeye nabiga ciradugiisa inuu difaaco calayhi salaatu wasalaam waxa hadda maanta harimaba jiraa nabiga ciradugiisa inaa difaacdi hameenada waxyaabaha cajaa'ibka oo mucjisaadkiisa in laga sheekeeyo hijradiisa hameen laga sheekeeyo hameen laga sheekeeyo isrihii nabiga calayhi salaatu wasalaam mucjisooyinka nabiga ka mid ahaa mucjisaadkii in midba hameen lasoo qaato laga sheekeeyo waa waxyaabihii diinta islaamku ay ku noolaan lahayd oo dadka naga dambeeyana aanu ku gaarsiin kari lahayn weeye nabiguna muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam balliquu canii walow aaya war diinta dadka hala gaarsiiyo hal aayadana allaha ka dhiga wax layga gaarsiinaye waxa marka cajiib ah in qof kugu bushiyo inuu ku yidhaahdo in dadkan halkan la iskugu keeno ama saan la yimo war hadda in dadka lasoo kulmiyo laa tajtamicu ummatii calaa dalaala sayaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ummadaydu baade kuma kulantee oo macruufka la isfaro munkarkana layska reebo nabiga calayhi salaatu wasalaamna dadka looga sheekeeyo iyo ficnaantiisa iyo sharafta u lahaa maxay diinta islaamka dhibaha ku leedahay bal iska dhaafa waa diintii weeye diinta meesha ay ku xoogsanayso oo sharafteedii wanaaggeeda ku jiraa waa inaanu nabigeenna iskaga sheekeyna calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isaga ilaahay wuxuu leeyahay ambiyadii kaa horreysaan kaaga sheekeynaynaa aan adiga kaaga sheekeynay adiguna dadka markaas usu sheeg la leeyahay
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أنبياء بان كارشة كينا نوحا قلبك كسوك إنه أيان كارشة إن نبي إلهي قرآن كسكولية مركا إن أد أدوك أد إلا وديد أو أد مرتا وحوية الدين تدما إنه تشي مطروقة ومهجورة أو لغا هاجره شيبا مالك انت شكل لغا قريو شيبا مالك انت شكل لغا قريو شيخ مالك بشي هدي شكل لغا قريو هذا الدين تدما إنه قرنسا شي مهجورة أو لغا كالعرارين قرنسا ما أدرى مركا ولا ليال مناسباتك غالقة ودينك سيدة تنوك لا تأنا نولينه إلهي سبحانه وتعالى إن الدين تي سأجر جارنا إن أن قادا دتك ملحدين تأه وهذا واحد دمبقه هريبا ملأ نبي واحد اللي دلشي سلك ما شيء كنكر عليه الصلاة والسلام همين كيل الدنيا اللي ما شيء كرالي هذا نوع حال وقصي الدرى إن أسجل أفل الجديد اللي إذا هذا ساسو هاي ساسو هاي نحو هاي معنا نبي عليه الصلاة والسلام حد جذب آت أب اللارن ودتك كل يبي نيروبي شو قاعد يكدر كسينهين إن لقص سمية ولا يري نبي عليه الصلاة والسلام مثالهن أن أفل جادة أنا أفكر أن كشجع أدي دبيسه معنا إن شرب له هاي يسانو هاي جبر أو سو واحد سكو هاي أنا لكن بنبي إن جرك جوري شرتي أرنو عسى إن لا شيء هو واحد دمبو أو شاد إسلام هو دمبو كوارتي ما شرتي واحد دمبو دينه دفاع عنكرت هدي مر إنت على صور دافي واحد كله أجاتين أرن تاس إن تأرن بعض لا نبي إن عليه الصلاة والسلام لذت كيسة وها عرف وهالجوس ما يسنتري جبر الله يرضى أم سليم معنا سبحان مالك بكرش كين هاي هو يدا يوم مسلم مع مال النبي يدور عليه الصلاة والسلام مركز سجور جن حقا يرسى أحد يبير مركز أحد يبير النبي جديد كيس عليه الصلاة والسلام قارورد كأرور سطيب مركز دلادي أي كأرور سطيب بين معركة وح كير النبي عليه الصلاة والسلام تكوك عم حيت وح سمين سا مركز سيتري والله رسول كيلا هيو وح ربنا إن معركة أدق جن كتلي جن وان عرف سنا ربنا لأن جميع ضيبي منه كما وعي النبي عليه الصلاة والسلام ضيب ربنا حق سأيو كي مدبوي مركب ديدت كيسين عرف بالغة ديغان هايو أحاديث صحادات باكوصة أرورة إسا إن ديدت كيسا لعرف سنتري إياما إسقاذن كرتا نبي عليه الصلاة والسلام وحيابا أسلا شيئا هايو أيا كتري تري مدك لنبي أسان نبي النظافة تنبوها دك أسان نظافة فري تري النظافة نسو الإيمان بي نظافة أساء الظهور صدر الإيمان أو نظافة المفسر نظافة الدين تبارك من أساء فري تري إنو أساء الدك وقشن بدنا هذا سورة قلم يكان غريسا نبي عليه الصلاة والسلام wuxuu yiri aniga ayaa dadka idin kugu cabsi badan wallahi inni la akhshaakum billahi inni la a'lamukum billahi wa akhshaakum bih anu waxaan ahay ilaahay ninka idin kugu aqoonta badan waxaan kala ahay buu yiri ninka idin kugu cabsida badan ilaahay baan ahay buu markuu sidaas yahay asagu nabigu wax walba uu keenay asaga inuu ku dhaqmo ka bilaabi jiray mid kale waxa weeye qofka ma ogtahay hada inuu diinta sheego asaguna uu ku dhaqmin hada waa masiibo weyn waciid sadiid ah ku soo aroray macnaha qofku marka waxa la rabaa in arinta noocaas hadda fiiriday dad badan oo waxaan arkay Soomaali oo qaata arintaas waxay leeyihiin oo sheekhu hadii ay arintaas wax ka jirin soo ka sheekhu sheegay war hadda sheekh ha sheege ma ogtahay diintan qofku wuxuu rabaa inuu ku soo ku maroojin karo markuu rabaa inuu diinta baabiyo shibran bi shibran oo rabaa inuu baabiyo wax walba ayuu qofku diinta ku baabinaya walaalayaal markaa waxaan la ka rabaa inaanu arimaha noocaas oo kala ka digtoonaano ilaahay inaanu uga baqno ما علمت النوع عنا وكله يا شعيرين كنوع عنا اللي وينيو آدي آد خير بدن الله ينسيو موعدنا الله ينوان فعو حن ملاينا هيا وقت جون نقول ده راضي لكن ما حلنا هاي إلهي إذن كيس وحوي نبوح عليه الصلاة والسلام ما يشبع المؤمن عن خير يسمعه حتى يكون من تهاه الجنة قف كمؤمن كاه خير ومغلي يوم بكر درجه إلى ما يش قد ضم بيسو ومركد ضم بقوت شن هذا كجله بل يراه ده وحن ملاينا يا مركب موعدنا يوم معناها دي وقت جون لعله وسكعب سيا هاي waxaan leenahay hal dul qaato maxay yeelay waxaan ku soo jeednaa oo aanu ka sheekeynaynay wa nabigeena calayhi salaatu wa salaam wa aqoontiisi wa wanaagii u lahaa wa sharaftiisi wa barashada aan baranayno maalinta siirada nabigeena calayhi salaatu wa salaam oo la rabo in la barto loo baahan yahay een diinta islaamkaana hada waa loo baahan yahay inaad maalin kasta aad maalinta macluumaadka diinta aad qaadatid aad iyo aad baa lagu baahan yahay wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صحيح عظيمة ففيها نبي الله فهي سيدة من العيب فيها روضة مستقيمة أشمس تبدت أم تجلت ميمة فيا ليتني أسعى إلى خير مرباعي صلوا على النبي
صلى الليلا صلوا على النبي هو ومدح رسول الله كشفوا كروبنا ونل المنى والله ستروا عيوبنا فغفروا وبشرى لنا بلا
موسى قفز نسيرنا وميلاده وعيدنا لنا وذكرنا يجديد شوق الوالين متقلعي صلوا صلاة تقينا من عيون شريعة بها تنقض الحاجات بها بسرعة وتبلغنا بها إلى خير بوعة وآل وصحب آل مجد ورفعة ألا يا رسول الله كن دائما